خليك فت. من المديتيشن واستقبال النعيم والطاقة اللي احنا اخذناها الى رقصة الهولة. فيك تعملها على رقصة الهولة؟ ما بعرف اذا بتوافقني الرأي الاخت علا. الهولة هذه لحالة بيقول لك علاج لارتفاع الضغط. أوكي. فممكن نستقبل النعيم واحنا على الهولة؟ ممكن. ممكن؟ لأنه أظهر الدراسة أمريكية حديثة إن ممارسة رقصة الهولة التقليدية الخاصة بجزر الهاواي تعد علاجا طبيعيا حقيقيا ضد ارتفاع ضغط الدم. صح. هلا في ناس حتستحي ترقص هولا يعني قدام الناس، ففيها بغرفتها وتقفل الباب. ايوه هي ايه، بتحس حالك سمكه بس على الارض، عرفت، على اليابسه. او بتحس حالك عم تهوي يمين شمال على يمينك، عم تهوي للناس اللي على يمينك، او عم تقول لهم لا ابعد روح، لا ابعد روح، لا ابعد روح، لا ابعد روح. هي بنفس نفس النغمه هيدي، يعني ثلاث مرات لهون، ثلاث مرات لهون. سبعه هاي مال الطاقه السلبيه. ايه ابعد طاقه سلبيه، روحي يا طاقه سلبيه، روحي يا نكد، روحي يا نكد، روحي يا نكد، روحي يا نكد. لا هيك صارت بدك تروحي غير محل. المهم الهولة يا جماعه هي رقصه تقليديه خاصه بسكان جزر الهاواي، بيستقبلوا فيها السياح ترحيبا فيهم. شفتوهم بس يعملون هذه الحركه؟ انا شفتها بوكاهانتوس. ووجدت نفسها فجاه تحت دائره ضوء من المجتمع العلمي بفضل قدرتها على شو؟ خفض ضغط الدم. يا جماعة هي الحركة يا جماعة. ومن خلال الدراسة الأمريكية التي أجريت على سكان هاواي الأصليين بحسب مجلة اسمها جرين ستايل إيطالية، كشفت هذه الدراسة اللي أجراها فريق بحثي وقدمته طبعا، إلى أنه جميع المرضى اللي كانوا بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم استفادوا من فوائد رقصة الهولة أو الهولة لمحاولة خفضه. وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة بقسم الصحة أنه اختيار سكان هاواي الأصليين للدراسة لم يكن بشكل عشوائي، ولكنه كان بسبب ميل سكان هذه الجزيرة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واللي فشلت الأدوية العادية بالسيطرة عليه، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية. ليلاقوا الباحثين أنه رقصة الهولة مثالية لإلهم للقيام فيها بأي عمر كان. يعني شو ما كان عمرك فيك ترقص هولة، عمرك 50، عمرك 60، عمرك 70، عمرك 40، عمرك أي عمر. وفيك تعلمي، في أحلى منها إنك تعلمي أولادك الهولة، وبعدين ترقص أنت أولادك هولة، وبعدين ترقص شو. بس حبيتها يروحي، هذه مثل روحي يا نسمة، روحي يا سلبية، روحي يا سلبية، ابعد يا نيكد، ابعد يا نيكد. زين، وبعدين يصير تحوليها هيجي. ايه اه، مثلا ممكن نفتح ايدينا، استقبل ناعيم. استقبل ناعيم، بس لا لازم الحركه تكون اللي شايفنا على الكاميرا عم بيشوفها. استقبل ناعيم، استقبل ناعيم، انا استحق، انا استحق. حبيتها. شفتي؟ مليون دولار، مليون دولار، بيت على البحر، اديله بيت على البحر. ايوه انا مننا، لا لا مننا. حسيت لما شفتك وحسيت اني عشقتك بسرعه وقلبي